تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية بمدينة تبون وتحت رعاية وزارة النقل، اليوم إن شاء الله نفتح أول رحلة من الجزائر إلى نابولي. هذه الرحلة عندها 28 ساعة من الجزائر إلى نابل. هذه أول رحلة من بين زوج رحلات في كل شهر. رحلة هذه راهي مدروسة، درنا لها تخفيضات في الأسعار مقارنة بمارسيليا. افتتاح خط بحري للمسافرين من طرف المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين من ميناء الجزائر العاصمة نحو ميناء نابولي الإيطالية، وهذا من أجل إجلاء الجالية الجزائرية المقيمة بأوروبا وخاصة الجالية المقيمة بإيطاليا، وفي نفس الوقت للجزائريين الذين يريدون التجول أو التفساح في مدينة إيطاليا. حاجة مليحة، احنا الجالية عايشين لهيه في إيطاليا، ما معنا في نابولي لان حاجة فرح سلامة ما نكذبش عليك، على باسكو نتعبوا احنا في الترونسبور، تبات تشري طوموبيل لازم تروح مارسي ولا تروح لتونس، تونس ثاني تلقى صعوبات. حاجة مليحة فرحتنا، وماذا بينا يزيدوا يساعدونا شوية في ليبي. ولا تمت هكذا لا تمت هكذا، أنا راح نشوف باللي الشعب الجزائري كامل يميل للطليان وينسى اسبانيا. هذه نعطيها لك بار اكسبيريونس، خبرة، عندي خبرة ونعرف بزاف ناس قالوا لي إذا كانت مليحة الطليان ننساوها اسبانيا، ومام فرنسا ينساوها شوية ثاني يليق بهم الحال الطليان. في المانيا هذو كل يساعدهم هذا الباخره، ما يساعد غير الناس ايطاليا، هي بصفه عامه ساعد ناس ايطاليا، بصح ما حتى الدول المجاوره لايطاليا يساعد المقيمين